يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل الشيخ الذي ذهب إليه موسى عليه السلام في مدين هو شعيب عليه السلام؟ ما يدرى، الله أعلم، الله أعلم. بعض الناس يقول أنه شعيب، ولكن ما هو بالظاهر، ما هو أنه شعيب. نعم، ما هو من الله، ما ذكر أنه شعيب، ما ذكر أنه شعيب، وإنما هو شيخ كبير، وحصل مع موسى معه ما حصل من الاتفاقية، فهو رجل من صالح من أهل مدين. نعم.